أستاذ أمراض القلب جامعة اسكندرية، وأيضا الرئيس السابق لقسم القلب جامعة اسكندرية، ونائب رئيس مؤتمر كارديو أليكس. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، إيه الجديد السنة دي في كارديو أليكس؟ الجديد السنة دي إن إحنا عدد الحضور في المؤتمر عدد كبير جدا، يصل إلى أكثر من 7000 طبيب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والدول العربية والدول الأجنبية، أفريقيا، أوروبا، أمريكا، ويمكن في عدد كبير من الأساتذة الأفارقة في تخصص قسم القلب حاضرين هذا المؤتمر. وزي ما دايما بنقول ان احنا بنهتم بنتبادل الخبرات بيننا وبين الاخرين، وفي نفس الوقت ان احنا بنعلم الاطباء الجدد، ويمكن في حوالي اكثر من 1500 طبيب شاب. المؤتمر متكفل بحضورهم وبيحضروا رئاسه جلسات، القاء محاضرات، مشاركه في الجلسات، زائد ان احنا مهتمين بتعليم التمريض، والفنيين اللي بيشتغلوا معانا، ان احنا بنشتغل كتيم ورك، فلابد ان يبقوا في تعليم مستمر للتمريض والفنيين. بنهتم ايضا بالكلينيكال فارماسي، لان دول برضو اللي هو الصيدله الكلينيكيه اللي بيشاركوا معانا في علاج المرضى. بنهتم ايضا بتجهيز الاجهزه الطبيه، لان في اجهزه طبيه حديثه يعني بنستخدمها لعلاج المرضى. اعتقد ان شاء الله يكون المؤتمر مرضي ويستفيد منه يعني الصغير والكبير ان شاء الله. ايه الجديد يا دكتور في علاج جلطات القلب؟ هو يعني انا طبعا بنصح المرضى ان احنا دايما بنقول ايه، الوقايه خير من العلاج. يعني انا لازم اعرف ايه العوامل الخطوره اللي ممكن تدخل هذا الانسان او هذا المريض الى ان يحدث له جلطه في القلب. العوامل دي اهمها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع كوليسترول الدم، سكر الدم، التدخين. التدخين احد العوامل الخطيره المؤديه الى جلطات القلب، فلابد ان يبقى في وعي. انا يعني نفسي ان يبقى احنا في وعي بحيث ان احنا نظبط هذه الامور كلها. انا لما اظبط ضغطي، اظبط الكوليسترول، اعالج السكر، اقتلع عن التدخين، دي هيحميني من ان انا ادخل في جلطات القلب. الحاجه الثانيه ان لو حصل ان المريض جاله الم في الصدر، سواء هذا الشخص يعلم ان هو عنده قصور في الشريان التاجي او لا يعلم، ادي يجب ان يتجه الى الطبيب. ولو الالم شديد ومستمر يجب يتجه الى المستشفى، لان في المستشفى هيتم تقييم الحاله في الساعات الاولى عشان نحمي عضله القلب. والله هيتعمل رسم قلب، في تغيرات دل على حدوث جلطه، هيبقى هنبتدي العلاج بتاعنا على طول. مفيش تغيرات، بنتابع رسم القلب، بنتابع انزيمات القلب، بحيث ان احنا نوصل للتشخيص المناسب. والله طلع ما عندوش حاجه، خلاص مش كل الم في الصدر هيبقى جلطه في القلب، ولكن مين اللي يحدد هذا؟ هو الطبيب المعالج. فيجب ان يبقى في وعي عندنا، ما يجيش المريض يقول لك لا انا مش فاضي، طب خليني لبكره، طب مش عايز ازعج اقاربي. لا، ما يصحش، يجب ان انا اتجه على طول على المستشفى عشان اصل الى التشخيص الصح. طيب وصلنا للتشخيص الصح وان في جلطه في القلب، بيبقى القرار دلوقتي على حسب نوع الجلطه. احنا عندنا نوعين من الجلطه، في نوع جلطه بيبقى فيها انسداد كامل للشرايين، وفي نوع من الجلطه بيبقى فيه انسداد غير كامل، وكل نوع بيبقى بيختلف العلاج بتاعه. فاحنا لو في انسداد كامل للشريان، يبقى المريض لازم هيخش العنايه المركزه، هيتعمل له شفط قسطره، شفط للجلطه، تركيب دعامات حديثه. احنا دلوقتي عندنا كل الامكانيات متوفره، ادي تركيب دعامات، ويمكن حتى يعني غير القادر، حتى غير القادر، احنا في مشروع اسمه دعامه الحياه. دعامه الحياه ده اي مريض حتى غير قادر بيجيله جلطه حديثه الانسداد كامل للشريان، بيخش المستشفى وبيسحب الجلطه وبيتركب له دعامه على نفقه الدوله، ما بيدفعش اي حاجه خالص، دي اسمها مشروع دعامه الحياه. وطبعا لو طلع جلطه من النوع اللي هو ما
فيش اسداد كامل، برضو بيبقى في متابعه للمريض، ممكن ادخله في قسطره في خلال ساعتين، ممكن ادخله في خلال 24 ساعه 72 ساعه على حسب الحاله بتاعه المريض. وبنخش في القسطره، بعد ما بنعمل القسطره بنقرر، في واحد احنا بنقول له انت عليك دوائي، في واحد بنقول له انت احسن حاجه ليك توسيع دعامه، في واحد بنقول له انت احسن حاجه عمليه قلب مفتوح وتوصيل الشرايين. فانا بتمنى ان احنا دايما نمشي في التراك الصح، نمشي في الطريق الصح، نحافظ على نفسنا، ادي وربنا طبعا الشافي. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور على وجودك معانا النهارده. شكرا.